يصل الملك سلمان إلى منطقة الحدود الشمالية مساء اليوم قادما من الجوف في جولته على المناطق الشمالية لتدشين وافتتاح عدد من المشاريع التنموية. تفاصيل هذه الجولة مع زميلنا منصور المزهم. عرعر محطة الملك الثالثة في جولته على المناطق الشمالية، وفي منطقة الحدود الشمالية سيتحقق الوعد بافتتاح خادم الحرمين الشريفين لمشروع وعد الشمال الاقتصادي بتكلفة 85 مليار ريال سعودي. يعد مشروع وعد الشمال المشروع الأضخم في المنطقة بتكلفة تقارب 85 مليار ريال سعودي، وهو في الواقع من المشاريع الرائدة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، إذ تحتوي المنطقة على 7% من احتياطي الفوسفات في العالم، أي ما يقارب 500 مليون طن من هذه المادة. تزينت منطقة الحدود الشمالية بكافة مدنها وقراها بأجمل حلة، أعلام الوطن وصور خادم الحرمين الشريفين تملأ الشوارع والميادين هنا، احتفاء بالزيارة الأولى لخادم الحرمين الشريفين للمنطقة. هذه من أسعد الزيارات الحقيقة، من جميع المناطق الشمالية تسعد بهذه الزيارة المباركة، مشاعر طيبة وتحمل بين جنباتها الكثير من مشاعر المواطنين الحقيقة في هذا اليوم المبارك. جميع منطقة الحدود الشمالية من طريف إلى رفحة فهم فرحين بمقدمه الكريم، متفائلين بقدومه بقدوم الخير والبركة. يوم ما شاء الله تبارك الله، الناس كلها فرحانة، صغار كبار، الأطفال في كل مكان، أطفال المدارس، يعني كان حقيقة يوم عيد يعني للجميع. يعني حياك الله أبو فهد، نورت عرعر، وهلا هلا بهي هلا، وأهلا وسهلا فيه، وميت مرحبا. هلا هلا بك يا بعد كل شعبك، وزيارتك تطعم لقلوب الديار. زيارة ملكية مباركة ستغير من وجه منطقة الحدود الشمالية تنمويا واقتصاديا في ظل مشاريع مليارية عملاقة سيدشنها ويفتتحها الملك في المنطقة. MBC منصور المزهم، الحدود الشمالية. ومنصور يبقى معنا مشاهدينا، ومن عرعر اليوم نذهب إليه. منصور مساء الخير وأهلا بك معنا لليوم الثاني. بالأمس يعني كنت في دومة الجندل بالجوف، واليوم توافينا من عرعر والملك متواجد بمنطقتك. يا منصور، كيف تنقل لنا أجواء استقبال الملك من عرعر اليوم؟ مساء الخير غوا وللسادة المشاهدين. نعم، تواجد في مدينة عرعر وبالقرب من مركز احتفالات الأهالي من خلفي كما تشاهدون. طبعا خادم الحرمين الشريفين سيصل لمنطقة الحدود الشمالية بعد قليل بإذن الله، زيارة ملكية هي الأولى لخادم الحرمين الشريفين لمنطقة الحدود الشمالية، زيارة يعول عليها الأهالي كثيرا، وتأتي بعد جولة ملكية لخادم الحرمين الشريفين على مناطق الشمال، من كانت بدأت من تبوك ثم الجوف، واليوم سيصل لعرعر لتفقد احتياجات المنطقة وكذلك افتتاح وتدشين عدد من المشاريع. نتحدث عن مشاريع مليارية سيدشنها خادم الحرمين الشريفين في منطقة الحدود الشمالية، نتحدث عن مليارات ستضخ في منطقة الحدود الشمالية. طبعا هذه الزيارة يراقبها أيضا عدد من كبرى شركات الاستثمار السعودية المحلية والأجنبية. نتحدث عن مشروع وعد الشمال ب 85 مليار ريال، هذا المشروع من أضخم المشاريع التي سيفتتحها خادم الحرمين الشريفين غدا في مدينة وعد الشمال. قبل أمس صرح وزير الطاقة السعودي بأن وعد الشمال سيوفر عشرات الآلاف من الوظائف، وأيضا سيكون وجهة استثمارية لعدد من الشركات في قطاع التعدين، الشركات المحلية والأجنبية. طبعا ليس مشروع وعد الشمال هو وحده الذي سيدشنه أو يفتتحه خادم الحرمين الشريفين، بل هو المشروع الأضخم، ولكن هناك مشاريع أخرى في كافة القطاعات الخدمية والتعليمية، مما سيجعل منطقة الحدود الشمالية وجهة لكل وجهة حسنة للعيش، وأيضا وجهة للمستثمرين. نعم. وكيف يتفاعل الأهالي، أهالي منطقة الشمال بالتحديد منصور، مع كل هذه المشاريع التي سيفتتحها الملك سلمان خلال جولته هذه؟
نعم هذه الزيارة بالنسبة لأهالي المنطقة الشمالية يعني تحمل الكثير من المعاني والمحبة لخادم الحرمين الشريفين. اليوم كنا في جولة قبل الهواء زميلتي غوا، شاهدنا مئات الأشخاص من الشباب والأطفال وكبار السن وحتى السيدات في الشوارع بانتظار وصول خادم الحرمين الشريفين. الكل هنا يعول على هذه الزيارة، يعول على التنمية التي ستحملها هذه الزيارة، يعول على المشاريع العملاقة التي ستضخ السعودية فيها مليارات الريالات، مما يجعل منطقة الحدود الشمالية منطقة تعول عليها رؤية السعودية الجديدة. طبعا منطقة الحدود الشمالية منطقة ذات أهمية اقتصادية للسعودية، نتحدث عن وجود أكبر أو نتحدث عن عاصمة الفوسفات في السعودية وفي الشرق الأوسط مدينة وحد الشمال، نتحدث أيضا عن وجود منفذ حدودي بري بين السعودية والعراق، أيضا شبكة طرق تربط السعودية بدول الشام وتصل إلى أوروبا. المنطقة مقبلة على خير وفير من هذه الزيارة. نعم واضح ولا شك. أيضا في الصورة من خلفك منصور نشاهد هذه الشاشات التي أقيمت في الشارع، وكنت أمس يعني حدثنا عن عدد من المراكز، مراكز احتفالية تتحضر لاستقبال الملك سلمان، ترصد لنا بعضها ولو سريعا بما تبقى لنا من وقت. طبعا الاحتفال في منطقة الحدود الشمالية من الشعبة شرقا إلى طريف غربا، هنا العديد من الشاشات نقل البث للاحتفال الرسمي الذي سيقام في مركز احتفالات الأهالي. هذا الحفل سيكون فيه أوبريت غنائي للفنان محمد عبدو وللفنان ماجد المهندس، أيضا سيكون هناك لوحات غنائية وفنية، طبعا سيكون هناك كلمة للأهالي وكلمة لسمو أمير المنطقة. هذا المقر الذي سيشرفه خادم الحرمين الشريفين بعد قليل إن شاء الله. وأنت سترصد لنا كل هذه الفعاليات بالطبع. من عرعر مراسلنا منصور المزهم كنت معنا، شكرا جزيلا لك.